وصارت من البحر تابوته وابن مريم عيسى يحيي الموتى كله بأمر العباس كله بأمر العباس كله بأمر العباس كله بأمر العباس حيدر العلم جميع الأنبياء وابو فاضل كاشف لهم كم بلاء ندري حيدر عارف بطرق السماء والقمر حافظ خريطة كربلاء يوسف من البير طالب حاجة والقمر قادر على استخراجه كله بأمر العباس كله بأمر العباس كله بأمر العباس كله بأمر العباس الخضر تلميذ أمير المؤمنين وابو فاضل كافل بضحن الحسين الخضر قد كان من الصالحين وابو فاضل شف حلول الزهرة عين يعني لو جبنا الخضر وعلومه يضيع لو شاف القمر بالحومة كله بأمر العباس كله بأمر العباس كله بأمر العباس كله بأمر العباس لو سليمان النبي مكلم نمل ابو فاضل كلم بعين النبل وبعرش بلقيس ما شدوا حبل مثل ما زينب شبوها على الهزل عاصف تجيب العرش قالوا له قالهم سهلة وعلي محلولة كله بأمر العباس كله بأمر العباس نار نمرود النبي إبراهيم قال يقرأ ادركني يا كفال الخيام وابو فاضل من سمع هذا الكلام رد عليه القربة بردا وسلام نار ومي انطف قانون مرودها على الخيمة وما وقع عمودها كله بأمر العباس كله بأمر العباس موسى صح شق البحر بالمعجزات ابو فاضل بيد شق حلق الفرات موسى بالقرآن ذكر لصفات ابو فاضل ينذكر مثل الصلاة والمجالس هو المحليها حتى هاي الدمعة من نجريها كله بأمر العباس كله بأمر العباس كاتب عالسفينة توزلي يا سفينة بابن مولانا علي ومن نزل طوفانها وظل يعتلي يا سفينة نوح قال لها الولي سيري باسم الله وانا الكافل الماي ملك الجربة هذا النازل كله بأمر العباس كله بأمر العباس كله بأمر العباس